أهلا بكم إلى المساء اليمني. قدم النائب عبد بشر استقالته من مجلس النواب التابع للحوثيين بسبب ما قال إنها رغبة رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط بذلك. مصادر قالت إن هناك تحركات حوثية تهدف إلى استبعاد المحسوبين على حزب المؤتمر في المجلس واستكمال السيطرة عليه كلياً. تأتي هذه الخطوة بعد أن قام الحوثيون بتصفية مؤسسات الدولة من مسؤولي المؤتمر عقب تلاشي العلاقة بينهم، خصوصاً بعد مقتل صالح في ديسمبر 2017. إذن كان الحوثيون قبل ذلك يحاولون إطفاء شكل من الشراكة والتحالفات لتحسين صورتهم أمام الداخل والخارج، لكن يبدو أن الحوثيين وبعد أن استكملوا السيطرة على مفاصل الدولة لم يعودوا بحاجة إلى هذه الشراكة، وبدأت مرحلة جديدة من الحوثية الخالصة. فهل سيستتب الوضع للحوثيين بشكل أكبر أم أن هذه بداية النهاية؟ بنعين واحد فاسد ونقول للمواطنين اشتكوا أنه هذا أنه به فساد في الفتل، هذا ما يصلحش. بعد 5 سنوات اضطر عبد بشر إلى مغادرة المشهد السياسي في صنعاء بعد أن اكتشف مؤخراً أنه يعمل مع جماعة لا تؤمن بالعمل السياسي. قدم بشر استقالته من مجلس النواب التابع للحوثيين بصنعاء كاشفاً عن تهديدات بالقتل والتصفية تلقاها من قبل بعض القيادات الحوثية في صنعاء. استقالة بشر تزامنت مع توجه ميليشيا الحوثي لإزاحة يحيى الراعي من رئاسة البرلمان التابع لهم، رغم كونه من قيادات المؤتمر التي قدمت خدمات جليلة للميليشيا خلال السنوات الماضية من الانقلاب على السلطة. كان مجلس النواب وكتلة المؤتمر الموالية للرئيس المخلوع يوفران غطاء سياسيا لسلطة الميليشيا خلال السنوات الماضية، وكانت الميليشيا تحرص على عرض جلساته الهزلية لتكون دليل إثبات أنها تعمل تحت إطار الجمهورية اليمنية وبمؤسساتها الرسمية. وعلى الرغم من أن المجلس لم يقم بأي دور تشريعي أو رقابي في مواجهة أدوات الميليشيا النافذة، إلا أن الحوثيين على ما يبدو لم يعودوا قادرين على تحمل عبء وجوده أو على الأقل وجود قيادات مؤتمرية على رأس المجلس، ولذلك يسعون للسيطرة التامة عليه. بعد نحو 6 أعوام من العمل في خدمة ميليشيا الحوثي، يبدو أن الحاجة للقيادات المؤتمرية في أجهزة الدولة ومؤسساتها انتهت بعد أن أصبحت الميليشيا تملك كل شيء، وبعد أن اطمأنت إلى تجذر سلطتها وقدرتها على مواجهة أي تحرك مجتمعي لمواجهتها. وهذا يطرح سؤالاً كبيراً عن مصير مؤتمر صنعاء وكيف سيتعامل مع المرحلة القادمة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر الأقمار الصناعية من مأرب السيد عمر التام رئيس منتدى جذور للفكر والثقافة. أهلا بك إذن سيد التام. النائب عبد بشر في برلمان الحوثيين يعلن استقالته أو يقدم استقالته إلى أعضاء برلمانه بعد تلقيه تهديدات بالتصفية كما ذكر في نص الاستقالة على خلفية نتائج الانتخابات هيئة رئاسة البرلمان في صنعاء. ما الذي تحمله هذه الاستقالة من دلالات من وجهة نظرك؟ مساء الخير أستاذ وجيه لك ولكل المشاهدين. أهلا بك. بداية لا نستطيع أن نتكلم عن هذه الأحداث بمعزل عن تواجد ما يسمى بالسفير الإيراني توصيفا كما يوصف الحوثيين، وهو التوصيف الواقعي له لأنه لا علاقة له بالدبلوماسية الإيرانية. الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء، هناك أحداث أتت تباعا من بعد مجيئه وظهوره. كان هناك حفلة تخرج للدفعة باللغة الفارسية في صنعاء، وهي إعلان بكل صفاقة ووقاحة أن هناك توجه من قبل الحوثيين وأنهم عبارة عن قفازات كل يوم يتعرون وأدوات احتلال إيراني يسعون لاحتلال اليمن، سواء يعني بانتمائهم القديم كونهم إمامة غازية جاءوا من غبار التاريخ ومن طبرستان ومن الديلم مع الرسي، أو من تبعهم يعني بحسن إيرلي وغيره من الإيرانيين والخبراء الإيرانيين الموجودين الذين يديرون المشهد في صنعاء. وكل الحوثيين عبارة عن بيادق في أيدي
اللاعبين الإيرانيين ومساعديهم من اللبنانيين والعراقيين ممن هم يعني مصطفون للحوزات وللخامنئي. حدث في صنعاء أن قتل حسن زيد وأرادوا أن يؤلفوا قصة، وهذه القصة لم يحسنوا إخراجها، فتم غض الطرف عن حسن زيد وعن قضية مقتله. هناك سعي داخل صنعاء اليوم لأن يجعلوا صنعاء بهوى إيراني خالص، وتيار صعدة المتمثل في عبد الملك الحوثي وأولاد بدر الدين ومن يواليهم الجناح الذي هو إيراني الهوى والهوية منذ عقود يسعى وبكل ما لديه من قوة، لأنه يعني طبيعة الإمامة بشكل عام أنها ليست لديها أي نزعة وطنية ولا تنتمي إلى اليمن. هم لا يرون أنفسهم أنهم يفرطون باليمن، بل نتعجب من اليمنيين الذين لم يعرفوا الدرس إلى اليوم. فهذه القراءة نفهمها أن حسن إيرلي اليوم الحاكم العسكري الإيراني داخل صنعاء منذ مجيئه وظهوره يسعى لتصفية المشهد لتصبح اليمن منصة يستهدف بها الجوار، وتصفية حسابات لمصلحة إيران ضد اليمنيين وضد المنطقة. هذا هو الحاصل يعني أفهم اليوم. أفهم وما يحدث في مجلس النواب هي صفحة من هذه الصفحات ومشهد من هذه المشاهد. أن من كان متواجدا يعني من أحزاب سياسية أخرى بخلاف الحوثيين بداخل مناطق سيطرة الحوثيين كان يعول عليهم بشكل أو بآخر؟ حقيقة من وجهة نظرنا جميعا ووجهة نظر من في الخارج أنه لا ليس هناك أي دور يقوم به مجلس النواب المختطف من قبل الحوثيين اليوم، لكنهم بهذا الحرص وبهذا الإقصاء الذي يصل إلى هذا العمق وإلى هذه الدرجة من ال يعني من 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 الإقصاء ومن التصفية سواء من المناصب أو من الحياة، فيؤكد لنا أن هناك توجه جديد لدى من في صنعاء بقيادة الحاكم الإيراني حسن إيرليو. الهدف منه أن تكون صنعاء لا تخدم العروبة ولا الإسلام ولا المنطقة، وأن تكون يعني تتبنى مشروع يستهدف اليمن كما يستهدف المنطقة سواء بسواء. يعني أنا أفهم منك أن هذا التوجه هو لفرض صورة واحدة أو نمط واحد بداخل مناطق سيطرة الحوثيين بداية، وهذا الأمر سيقتضي بشكل أو بآخر تجاوز ما تبقى من شكل لأشكال القانون أو الدستور بداخل مناطقهم إن كانوا هم يعني يعلنون أو يدعون بشكل أو بآخر التزامه. فهذا الأمر هل هو ممكن ابتداء؟ ممكن لديهم بما لديهم اليوم من اليمنيين، وصراحة أن عبد البشر أحسن يعني أحسن صنعا من غيره، لأنه إن لم يستقيل فكان سيقال، لأنه صاحب صوت لديهم وهو من الأدوات التي اشتغلت معهم مبكرا، لكنهم لا يضيقون حتى من خدمهم، لا يضيقون حتى من زار يعني أضرحتهم وزار يعني الضاحية الجنوبية وزار ظهران وزار كل المزارات وذهب يعني وأتى كل المناسك الإمامية المختلة المنحرفة، لم يعد يشفع له شيء بمجرد أن لديه رأي وأن لديه قول، فقد أحسن أنه استبق الإقالة بالاستقالة، كان سيقال وكان سيخرس وربما يخرس إلى الأبد. فما يحدث اليوم في صنعاء هو تحت سيطرة الحوثيين، يعني على مدار 5 أو 6 سنوات من الانقلاب من 2014 إذا كانوا يعني تخطوا الهامات أو الشخصيات الكبيرة أمثال علي عبد الله الصالح وغيره، فما بالك بهؤلاء الأدوات الذين ليس لهم موقف وليس لهم، ولكننا نناديهم أن يتخذوا موقف قبل أن يمحوا من الخارطة، ولا زالت هناك يعني فرصة لهم أن يلتحقوا يعني بالمشروع الوطني اليمني وأن يكون لهم موقف ودور، أقل شيء يفضح التوجه الذي يجري في صنعاء اليوم. أنا أتحدث عن الإمكانية السياسية الآن للحوثيين من يعني فرض رؤية واحدة، هل هذا بداية في صالحهم؟ هل هذا بداية في صالح الحوثيين أساساً أن يفرضوا صورة واحدة بداخل مناطقهم؟ من منظور السياسة ليس بصالحهم، لكن من منظور إذا رأينا أن هناك توجه لديهم وأن هناك مشروع يعني سيكون مغاير لما يحدث في المرحلة السابقة،
فهو من صالحهم أن يهيئوا كل المؤسسات الشكلية التي أصبحت شكلية حقيقة، ليس لها أي دور في الفعل السياسي الذي يتخذه الحوثيين ولا في صنع القرار السياسي، لكن يخافون من أي يعني صوت سيرتفع في قابل الأيام القريبة على المدى القريب. لديهم توجهات، هذه التوجهات أجندات إيرانية واضحة، أجندات إيرانية خالصة، أجندات إيرانية تستهدف كل ما هو ضد هذه الأجندات ستفرض، فهم يخافون. ولذلك هذه المؤسسات التي لديهم هي شكلية ليس لها أي دور، لا تحاسب أحد ولا تراقب أحد، لكن مع ذلك هم يخافون منها في قابل الأيام وعلى المدى القريب بسبب ما سيفرض من أجندات تملى عليهم من قبل الولي الفقيه. طيب يعني إذا ما حاولوا الإقدام على مثل هكذا خطوة، ما هي المتطلبات السيد التام؟ يعني إذا كان هناك صوت واحد في صنعاء، ربما هناك الكثيرين من يعني من يؤيد الحوثيين دوريا سينتقد هذه الخطوة، كيف يمكن يعني أن يتجاوزوا مثل هكذا أمر؟ أو بالأصح يعني إن أعدت ترتيب صياغة هذا السؤال، ما الذي يعول عليه الحوثيون كما أشرت أنت لدور حسن إيرلو الجديد في اليمن أو في صنعاء في مناطق سيطرتهم؟ الحوثيون جماعة وظيفية لا تحمل مشروع وطني ولا تحمل مشروع يعني تنموي، فهي تسوق نفسها حتى لدى اللاعبين الدوليين أنها تلعب في مسألة لعبة التوازنات الإقليمية والدولية، وهناك تصفية حسابات في المنطقة. المنطقة ما يحدث في المنطقة لا يمكن يعني أن نغض الطرف عن بما يحدث في اليمن، هناك يعني صراع وهناك معادلة لإعادة ترتيب الأوراق في المنطقة وفي الإقليم بشكل عام. فالحوثيون هم أرخص أداة يسوقون أنفسهم، لأنهم لا يعملون إلا لأنفسهم لذاتهم كجماعة وظيفية تنتهج العنف، تنتهج كل شيء، وهناك من يمشي وراءهم من اللوبيهات سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى يعني المؤسسات الدولية لمسح سوآتهم التي لا يستحون أبدا حين يظهرونها ما داموا يحققون مكتسبات من وجهة نظرهم. اليوم يعول على الداخل أكثر من الخارج، لأن الداخل هو الذي سيفرض حرج على الخارج. يعني إعادة صياغة يعني طبيعة المعركة اليوم في اليمن وطبيعة المواجهة بين مشروع يريد أن يعني يستهدف هوية ويستهدف وجود ويستهدف شعب ومجتمع ودولة يعني في كل شيء، يجب أن يفتح الباب وأن يفتح المجال لكل اليمنيين الذين داخل صنعاء وغيرها من المناطق تحت سيطرة الحوثيين، وأن يتم التواصل الفردي بهم، وأن يعلموا أنه الفتات الذي يأتيكم من قبل لصوص هذه العصابة لن يبقى في أيديكم، هم حتى يرونه كثيرا عليكم، لن يتركوكم حتى وأنتم في مناصب شكلية في مستوى محافظ أو في مستوى مدير أمن أو في مستوى أي قيادة عسكرية شكلية أو مدنية أو سياسية، أنتم عبارة عن أدوات شكلية بهذا السياق سيتم الإقناع عنكم قريبا بهذا السياق جداً. دعنا نشرك معنا في الحوار سيد التام. نعم. السيد عادل الأحمدي رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام الذي انضم لنا عبر الهاتف، أرحب بك سيد الأحمدي. إذن النائب البرلماني في مجلس نواب الحوثيين قدم استقالته بطلب يعني كما يعني ذكر في نص الاستقالة من القيادي الحوثي مهدي المشاط ورئيس المجلس السياسي الأعلى، ما تعليقك أو ما تعقيبك على وما أبرز ملاحظاتك على هذه الاستقالة؟ السلام عليكم، تحياتي لكم أولا وللنائب البرلماني عبد البشر الذي تربطني به صداقة منذ سنوات عديدة والتقيت به مرارا وأعرف جيدا، كنت أتوقع مثل هذا القرار منذ متابعتي لنشاطه البرلماني الذي أزعجهم كثيرا، هو كان يعتقد أنه سيستمر الوضع اللهم يتغير نظام الحكم مثلا ويستمر الواقع البرلماني، يستمر الناس في تصحيح الأوضاع، يستمر البرلمانيين في الدفاع عن مطالب الناس، تستمر الحياة يعني كما كانت طبيعية، وتفاجأ أن هذه عبارة عن حركة فيوقراطية وسنية كهنوتية لا تقبل بالصوت المناور حتى وإن كان يعطي لها بعض الشرعية. يعني ما ضر الحوثيين مثلا أن, أن, أن,
أن يكون هناك أصوات تنادي بتحسين معيشة المواطنين، أصوات تفضح الفاسدين أمثال النائب البرلماني الشيخ عبدو بشر. ما ضرهم مثلا مثل هذا، قد يحسن وجهتهم صورتهم، لكنهم يضيقون حتى لمجرد مثل هذا الصوت. وهو عندما يقول بطلب من القيادي مهدي المشاط، فإنه وكأنه يقول أنه تلقى تهديدا مبطنا أن يستقيل، وإلا يعني هذا واضح المسألة، أنه مع أنه طبعا لا يرد أو له أن حب مجلس النواب هو يستقيل، يعني استقالات في مجلس النواب حالة يعني نادرة الحدوث باعتبار هذا ممثلا لدائرة، فهو يفترض أن يستقيل ممن انتخبوه لا ممن هو وفقا لي يعني الدستور اليمني بشكل عام، وإن تحدثنا عن الدستور اليمني بشكل عام، من يريد الاستقالة من أعضاء مجلس النواب يقدم الاستقالة للمجلس، هذا وفقا للدستور اليمني إن كان يعمل يعني به في مناطق سيطرة الحوثي. ليست هذه الآن هنا هي القضية، القضية نحن إن هي الاستقالة حدثها في ظل سلسلة طويلة جدا من الحوادث التي تثبت أن الجماعة هذه لا تضيق فقط بأصوات مخالفيها، إنما بأصوات من تحالفوا معها، من وقفوا معها، من كانوا ذات يوم مستبشرين بها ومن أنصارها ودافعوا عنها وما إلى ذلك، من ذا طبعا كانوا مخدوعين بها. هؤلاء الآن تضيق بهم، سواء كانت وجاهاتهم كبيرة، رئيس هذا الرجل الحر، رئيس كتلة الأحرار، صراحة لم نعرف عنه إلا المواقف والشجاعة، وهناك أمثاله كثير من البرلمانيين الذي كان يمثل. لا، لكن ما الذي تغير سيد الأحمدي؟ هذا رأي كثير، يعني إذا ما رأينا، إذا ما تحدثنا عن موازين القوى، وما الذي يدفع الحوثيين حتى أيضا يعني هناك سبق وإن كانت هناك تعليمات أو توجيهات بمنع أعضاء مجلس أو مراقبة أعضاء مجلس النواب والوزراء من الخروج داخل ومن وإلى صنعاء، ما هي يعني المتغيرات التي دفعت الحوثيين لمثل هكذا إجراءات من وجهة نظرك وبحسب يعني ما ترصده؟ طبعا النصاب القانوني متوقف لدى الحكومة الشرعية، واجتمعوا في سيئون، وكنت أنا حاضرا في ذلك في تلك الجلسة التي فيها تم والجلسة اليتيمة للأسف التي تم فيها التئام مجلس النواب في مدينة سيئون، يعني شعروا بالخوف الشديد لأن كان لديهم ورقة البرلمان، كانت ورقة فقيرة، ولكن بعد إقدامهم على الجريمة اغتيال الرئيس السابق على عبد الله صالح، فقدوا كثير طبعا من تبقى معهم، فهم يعرفون أن من تبقى من النواب هم ليسوا نواب الحوثي، وإنما كانوا يوالون المؤتمر الشعبي العام، وباقين على أمل أن المؤتمر سيقيض الطاولة على الحوثيين، ولكن الحوثيين كانوا أسرع في ذلك. وجاءت الأحداث بعد ذلك، أحداث انتفاضة الثاني من ديسمبر ثم مأساة الرابع من ديسمبر، هذا الأمر جعلهم بعد ذلك يطلبون أن تستنزف بقية الكتل البرلمانية، أو مش الكتل، بقية الأعضاء الموجودين داخل صنعاء، وأن يلتحقوا بالشرعية. فتم ما يشبه يعني ضرب قيد للإقامة الجبرية على هؤلاء، وتم بأوامر صارمة وهم تحت الرقابة يعني بشكل مستمر، إضافة إلى كونهم عبثوا بعد ذلك بالبرلمان نفسه، وقاموا بإجراء تمثيليات مسرحيات لانتخاب أعضاء في الدوائر بدل الدوائر التي أو بدل النواب الذين هم شرعيين. هذا هو الأمر، يعني عمليا الآن لم يعد هناك برلمان بالمعنى الحقيقي ولا حتى بالمعنى الصوري، لم يعد حتى كديكور، لأن الموجود الآن أغلبيته قدم من البدائل، من البدائل التي وضعها الحوثيون، يعني من التي غرسها الحوثيون. وبالتالي هل هؤلاء يعني أي انتخابات تنافسية قضوها، وهل هذا، ومن الذي أجرى الانتخابات، وهل هناك أصلا سلطة شرعية أشرفت على ذلك، ومن الذين تنافسوا؟ أنت تتحدث عن مشكلة مرتبة ومعقدة تجعل من جيش ما يبني عنه الحوثيون من شرعية هي عبارة عن ظلمات فوقها بعضها فوق بعض، لأنه يعني عبارة عن مراكب من الزيف.
طيب يعني تفضل بالبقاء معي سيد الأحمدي. أنت أشرت إلى نقاط مهمة في فيما يتعلق أن الحوثيين قبل فترة كانوا يعني أعادوا انتخاب بعض يعني في الدوائر التي تقبع تحت سيطرتهم، وهناك أعضاء مجلس النواب توفوا فيها، عادوا أو قاموا بعمل انتخابات فيها قبل فترة، وكان هناك انتخابات لرئاسة هيئة البرلمان أيضا قبل فترة قليلة لكن قريبة. وهنا أسألك سيد عمار التام، يعني هناك من يشير إلى أن هذا الأمر له علاقة بالاسم الذي حدده عبدو بشر في الاستقالة، وهو مهدي المشاط، فيما يتعلق بصراع السلطة بداخل الحوثيين أنفسهم، يعني لأن هناك من رصد، يعني جهات صحفية رصدت أن محمد الحوثي بارك عملية الانتخاب التي جرت لهيئة مجلس النواب، ومن ثم حذف التغريدة التي يعني أعلن فيها عن إعادة يعني انتخابات هيئة رئاسة المجلس هناك، وكانت بعد ذلك هذه الاستقالة التي حدثت. وهناك من يشير إلى أن مهدي المشاط يمثل يعني ذراع عبد الملك الحوثي اليمنى، وهو يعني صراع قوى ما بينه وبين الصف القديم لأبو علي الحاكم ومحمد الحوثي وآخرين. هذه التعقيدات بداخل الجماعة إلى أي مدى تؤثر على الجبهة الداخلية هناك وعلى المشهد السياسي في مناطق سيطرة الحوثيين؟ لا نعول كثيرا على مسألة الانقسامات داخل الصف الحوثي يعني في مثل هذه القرارات، لأن الذي يحكم يعني الكيان الحوثي اليوم هم الخبراء الموجودين من إيران ومن لبنان ومن العراق، ومعهم مجلس حكماء يعني سيد بني هاشم أو الحاشمية السياسية، سيد وهؤلاء كلهم يتلقون أوامرهم. سيد التام، عند اغتيال حسن زيد كانت مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا انتشر فيها مثل النار على الهشيم الحديث على الانقسامات بداخل جماعة الحوثي ومدى التعويل على هذه المسألة. يعني هم يتحكمون فيها نوعا ما فيما يتعلق يعني بالصراع بين محمد علي الحوثي ومعه، لكن كلهم تحكمهم مرجعيتهم إلى مجلس الحكماء الذي عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط ومحمد علي الحوثي كلهم يتلقون أوامرهم ويتلقون السند الإسناد والتع من هذا المجلس، لكن هم يعني يحسنون تبادل الأدوار لتبرير الأعمال الوقحة، فيظهر أن هناك طرف يتعاطف مع طرف. هذا سلوك سائد لدى الهاشمية الإمامية عبر يعني على مدار التاريخ، لكن الخلاصة أنهم يضيقون ذرعا. يعني مثلا قضية عبد البشر، قضية فارس الحباري، يعني الصراع الذي بينه وبين أسرة بيت المؤيد، وماذا صنع عبد الكريم الحوثي وعلي حسين الحوثي الذي هم في وزارة الداخلية؟ يغضون الطرف عن ما يحدثه أبناء يعني آل المؤيد في مواجهة فارس الحباري، لأنهم جميعا يحققون أهداف لا يريدون أحد أن يرتفع. يا أخي الكريم، يعني قبل فترة التقيت بأحد التجار وهو قادم من تاجر شاب، ويعني في طريقه إلى صنعاء، وهو صديق لي، تكلمت معه قلت كنت أسأله عن سيارته التي اشتراها، يعني في موديلها أول سيارة في الموديل تدخل اليمن. قال تخيل أن هناك أحد المنسوبين من الحوثيين في منطقة الروضة، عندما رآها يعني عندما ينظر إلى العمارة، عندما ينظر إلى السيارة، عندما ينظر إلى المكانة الذي قد تصل إليها، لا يضيقون ذرعا بأن ترتفع أو أن تملك شيئا أو أن تحوز شيئا ليس في متناولهم. فقال هذه سيارتي، وأعطاه سيارته وأخذ منه السيارة. هذا هو السلوك الذي يفسر لنا طبيعة هذه الجماعة. دعك مما ذكر في مواقع التواصل الاجتماعي وما ذكره الناشطون والإعلاميون، هناك حالة من التصفية لكل ما من شأنه ليس له أي انتساب بالهاشمية، بالسلالة، لكل ما من شأنه أي انتساب إلى فارس قديما والهاشمية لكن قديما وإيران حديثا. قد ينفي هناك تصفية للملعب، هناك إعداد. سيد التام، هذا الأمر قد ينفي الأنباء عن حديث عن محاولات ومفاوضات ما بين الحوثيين والسعودية، يعني هناك أيضا الحوثيين يحاولون، وهناك شواهد كثيرة التواصل مع السعودية وعمل روابط معها. دعني أشك أو أعود إلى السيد عادل الأحمدي فيما يتعلق ما هو الرابط في هذا
دعني أعود إلى السيد عادل الأحمدي فيما يتعلق بتأثير الصراع داخل جماعة الحوثي على المشهد السياسي والتحالفات مع بقية المؤثرين سياسيا في الداخل هناك في مناطق سيطرة الحوثيين، كيف تقرأ هذه الزاوية سيد الأحمدي؟ أولا أنا سمعت سؤالك ولم أسمع إجابة الأستاذ عارف التام لأن الصوت مش مربوط بالمتحدثين. أولا سنحاول عمل على حل هذه الإشكال حاليا، يعني هذا شيء مهم، قضية أنه مثلا النشاط ذراع عبد الملك الحوثي ومدعي الحوثي دولة لحالة، الجميع الآن بما فيهم الحوثي هم كلهم الآن ذراع حسن إرلو الإيراني، يعني هذا أولا، يعني لم يعد أحد منهم رأس حتى يكون الذي أذرع، الكل أصبحوا أذرع، هذا أولا. الأمر الآخر، هناك اختلاف بين أولا فيما يعني الخلاف بينهم هذا مؤكد يعني معروف من زمان الزمان، يعني ليس حتى من اليوم، صراعات الأسر الإيمانية الكهنوتية فيما بينها تستطيع تقول أنه عديدة جدا، عدد الأئمة الذين ماتوا بسيوف أئمة آخرين أو بسيوف أسر هاشمية أخرى كثيرين جدا. لكن المسألة الآن أن هناك أيضا عوامل خلاف جديدة ناشئة عن كون أن هناك طرف يريد أن يزيح أطراف آخرين كان لهم دور في إيصال هذا الطرف إلى صنعاء، كما يفعل مثلا ما يسمى الآن كمسطرة مثلا بحواشم صعدة وحواشم الطيرمانة، وكذلك الآن هناك طبعا هذا القصة طويلة، وهناك أيضا خلاف لا يوجد مثلا داخل الحركة الحوثية خلاف على التبعية لإيران، لكن هناك خلاف على طريقة التعبير عن هذه التبعية، فهناك من يريد مثلا أن يعني يخدم إيران عن طريق لابد مثلا أن يقول لك متقارب مع السعودية، وهناك أطراف أخرى مثلا لا تريد مثل هذا التقارب لأنها بأن اختصار الطريق عن طريق استنزاف المملكة بحروب وخطابات وما إلى ذلك، وهذا الطرف المطلوب الذي ينفذ حرفيا التوجيهات الإيرانية، الذي اعتقد الان انه حتى فيما يتعلق قضيه انه هناك مشاورات او هناك مثل تقول ايش محادثات سريه او ما الى ذلك، هذه تسريبات بطبيعه الحال حوثيه، هي الغرض منها طبعا ايصال رساله للصامدين داخل المأرب انه انتم الان صامدين بينما حليفكم جالس يتحالف معنا، فلهذا افضل ان تبدوا تتحالفوا معنا، افضل يعني عباره عن حرب نفسيه لا اكثر ولا اقل، وينبغي الا تنطلي، لان الذي يمارسه الان ايران بشكل عام ترعاها بالمنطقه بما فيها الحوثي، لا هي تقود حرب يعني حقيقيه وليست مجرد مراوغه لتثبيت الحوثيين، لم يعد ربما كان هذا قبل هذا الوقت مثلا انه ايش هناك فرصه للمناورات ولتثبيت الحوثيين، لا، لقد تجاوز الحوثيين السقف عسكريا وخطابيا بما يتعلق مثلا باستعدائهم للجوار العربي والمملكه العربيه السعوديه بشكل خاص، ما يؤخره الان وما يفيد المملكه في هذا الجانب هو خلافات داخل الصف اليمني وداخل الصف العربي، واؤكد على هذا الجانب، يعني داخلنا نحن داخل المنصات الدفاع الجمهوري والخلاف داخل عواصم الخليج والخلاف بين عواصم العالم الاسلامي مثلا كالرياض وانقره والقاهرة وما إلى ذلك، هذا هو فقط ما يفيد اللذات، وهذا شيء مؤسف بالتأكيد. تحياتي لكم. طيب فيما يتعلق بالعودة إلى الوضع بداخل يعني مناطق سيطرة الحوثيين، يعني هو في نهاية المطاف من الملفت أنه يعني مهما كان ضعف هذه الجماعة كما يعني يقترح كلامكم، أن تستمر يعني بالأداء بشكل أو بآخر كل هذه الفترة بعد 6 سنوات من التحالف وما مر فيه، يعني هذا أمر مستغرب أو يستحق الدراسة والاهتمام. لكن بشكل عام الآن كثيرين من المراقبين يرون سيد الأحمد أن الحوثيين يسعون من خلال هذه الإجراءات إلى يعني تفصيل البرلمان على مقاس مناسب لهم، أيضا لمحاولة يعني اليوم يتحدث محمد علي الحوثي رئيس يعني عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين يقول أن هناك قرارات تتعلق بقوانين العقوبات والإجراءات وأشياء متعلقة بالقضاء بعد أن نوقشت في مجلس القضاء التابع لهم هي الآن مطروحة لمجلس النواب لأن يصوت عليها. هذه الخيارات يعني هل من المعقول أن يتبعها الحوثيون اعتباطيا؟ أليس هناك هدف حقيقي من ورائها؟ ألا تعكس نوعا من الشرعية سواء للجمهور بداخل
أو للرأي العام بداخل مناطق سيطرتهم أو للخارج أمام العالم؟ طبعاً المحلوفين يمتلكون طبعاً، لكن فاش أنهم إيش سيطروا على مؤسسات دولة، ودولة لم تكن بسيطة يعني، دولة في كل الأحوال إحنا لم نعرف بعد ذلك قوة الدولة التي قوة الدولة التي كانت تمثل اليمنيين، ومن القوة هذه لم تستخدم بشكل تام وحقيقي أو صادق في خدمة أبناء اليمن. إنما هم الآن مثلاً مسيطرين على أدوات وعلى ولديهم خبرة ذاتية وخبرة مؤسسات سيطروا عليها، هم الآن يرمونها، ونحن كإعلام مواجه نقوم بالانشغال بها. ماذا إذا من هذا التصريح، ماذا إذا قال محمد العنفوتي أو غيره أو ذهبوا إلى كذا؟ هم بطبيعة الحال يريدون أن يرموهم بالكرات التي يجعلنا ننشغل ونلعب بها، وبالتالي يريد ايضا نوع من الاتهام. السؤال الحقيقي، لماذا حكومتنا الشرعيه فاسسنا يعني لا يوجد لديهم ايضا كرات يفترض ان يشغل بها الحوثيين، وبعد ذلك نقوم بتحليلات واتصالات عبر الهواء وما الى ذلك. هذا عباره عن كاننا نقع في شباكهم. يجب الان صراحه انه ينظر ان الصف الجمهوري لنفسه باعتباره يجب ان يكون هو صانع كرات ترمى وينشغل بها الحوثيين وليس العكس. شكرا لك سيد عادل الأحمدي، رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بالعودة إليك سيد التام، يعني إذا ما أخذنا مسألة أن الحوثيين يؤمرون من إيران أو يوجهون بها، أو على الأقل كما يقول كثيرون متأثرون بشكل كبير بهذه التجربة في إيران، صحيح هناك مرجعية لها يعني الأمر والنهي في كل شيء، لكن أيضا هناك دستور، وهناك يعني انتخابات تجري، هناك أيضا ربما حكومات وزراء إلى آخره، هذه الأمور أيضا تراعى. إلى أي مدى هذا الأمر قد يكسر بمثلا عدم يعني تحول مجلس النواب، يعني انتخابات نواب رئيس مجلس النواب بداخل صنعاء إلى التزكية من الانتخاب إلى التزكية، هذه الأشياء عندما تكسر إلى أي مدى سيكون الأمر مناسبا للحوثيين في تلك المناطق؟ فيما يتعلق بقيام الدولة في إيران لن ينعكس ذلك على اليمن أو العراق أو لبنان، لأن إيران أمة تحمل مشروع وهي تحترم نفسها بغض النظر يعني فيما يتعلق بمشروعها وهويتها. أما ما يحدث في اليمن فهم أدوات احتلال رخيصة بيد حاكم إيراني يعملون لغيرهم، يعني ضد أحلام الشعب الذي يدعون الانتماء إليه. هذا الفرق. وهناك أمامنا سيناريوهين يعني قادمين في اليمن من خلال حسن إيرلي، وكونه من الحرس الثوري ومن كبار الضباط ومن كبار القيادات العسكرية لدى يعني مشروع الخميني، يعني هناك إما أن يكون هناك توجه من خلال هذا الأذرعة الذي كما تفضل الأستاذ عادل الأحمدي مشكورا وتكلم عنهم، الأذرعة الذي أصبحوا كلهم في حكم الأذرعة بيد حسن إيرلي اليوم، وهم كلهم يمثلون هذا الدور. سيكون هناك يعني استنساخ للتجربة التي حدثت في العراق حتى يعني يدمر اليمن وحتى يتم الاستئصال، وهذا سيناريو خطير جدا. يجب أن يسارع اليمنيون وأن ينقذوا أنفسهم وكذلك الإقليم، لأن هذا السيناريو معناه تمكين لهذا المشروع الطائفي السلالي الذي لا يسعى إلى نهضة لليمن ولا يقدم أي مشروع تنموي لليمن، ولا عبارة عن يعني حشد للحروب وللمعارك ومنصة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة للداخل وللجوار. هذا هو الدور المنوط بهؤلاء يعني الأذرع وهذه الأدوات، سواء عبد الملك الحوثي أو محمد علي الحوثي أو يحيى الشامي أو أبو علي الحاكم، كلهم أذرع في يد يعني حسن إيرلي، ويمكن أن يكرر نفس هذا السيناريو. السيناريو الثاني وهو يعني الاحتمال الآخر واحتماله ضعيف، أن يكون هناك يعني توحيد لهذه القوى كلها يعني بعيدا عن الظاهرة الميليشياوية المستنسخة في العراق، ومن أجل استهداف الجوار واستهداف اليمن، ولتكون اليمن غاية إيران الكبرى لتحقيق أطماعها في الإقليم والسيطرة على الخليج العربي. وبيت القصيدة الآن هي اليمن ثم السعودية،
بعدهما لن يقوم لأي دولة في المنطقة قائمة، لكن هناك مقاومة تفهم، يجب أن نخاطب من في الداخل، نتجاوز الخطاب السياسي. وضحت هذه اليوم النقطة. العنوان حين وضحت هذه النقطة، العنوان لكن الموجود لدي العنوان تفضل العنوان الموجود، يعني ليس المستهدف اليوم ليس أعضاء المؤتمر الذين اليوم المستهدف كل ما يمت بصلة أو نزعة إلى اليمن وإلى تاريخها وإلى أمجادها، هذا الأمر وإلى الانتماء إليها تاريخا وحضارة وشعبا. سيد التام، هذا الأمر يعني نحن اليوم هو الخبر المتعلق عليه، ولأننا ناقشنا نؤكد عليه في إطار المسألة اليمنية عامة، ليس حزب سياسي أو فئة سياسية، في إطار المسألة اليمنية عامة. يعني الآن دعنا نعود إلى دعنا نشك معنا في الحوار السيد البراء الشيبان الكاتب والباحث الذي انضم لنا عبر الهاتف من لندن. سيد شيبان، كيف تتابع ما يعني ما تمارسه جماعة الحوثي في ما يتعلق بأعضاء مجلس النواب ومجلس النواب الخاضع لسيطرتها هناك في صنعاء؟ نعم، أنا أعتقد بشكل واضح يعني هناك تجريف لأي شكل من أشكال المؤسسات التي لا تزال موجودة، حتى وإن كانت تعمل بشكل صوري. فيعني مجلس النواب هو لم يعني الموجود لم يكن هو يعترض على أي من قرارات جماعة الحوثي، لم يكن يعني يدير أي من يعني تشريعية حقيقية، لكن مع ذلك يعني تحاول الجماعة السيطرة على هذه المؤسسة. الجماعة لديها مشكلة بنيوية مع شكل الجمهورية اليمنية، مع كل ما يمثل الجمهورية اليمنية، مع الأحزاب اليمنية، مع المكونات اليمنية. الجماعة يعني منذ نشأتها الفكرة أصلا، يعني فكرة الولاية وأنهم يوالوا من يوالي عبد الملك الحوثي ويعادوا من يعادوه، الفكرة الجماعة كلها ينطلق من منطلق تختلف عنه العملية السياسية ودستور الجمهورية اليمنية، ولذلك كل من تحالف مع هذه الجماعة سيتم الاستغناء عنه، وسيتم ربما أكثر من ذلك تصفيته، من عبد بشر إلى السامعي إلى غير هذه المسميات، حتى من حاولوا أن يبدوا نوع من المرونة في التعامل مع هذه الجماعة، لن تبقي هذه الجماعة إلا من يواليها موالاة كاملة، موالاة 100%. لكن هذا هل هذا الأمر ممكن سياسيا سيد شيبان؟ هل هذا الأمر صحيح سياسيا؟ طبعا هو ممكن، هم في الأخير الآن هم مسيطرين على صنعاء، يعني نحن شينا أبينا، هذه الحقيقة كانت موجودة. طيب إذا كان الأمر كذلك، يعني منذ مقتل صالح 3 سنوات تقريبا، لماذا لم يعني يحيد بين قوسين بقية أعضاء مجلس النواب إذا كان الأمر بهذه السهولة كما تقول؟ لا، الجماعة مشيت بخطوات، يعني هي حتى مثلا على سبيل المثال قانون الخمس عندما أقرت ولم تقره منذ أول يوم، مع أنها كانت قادرة. الجماعة تمشي بخطوات، كل مرة تفتعل معركة جديدة، لا تفتح كل المعارك على نفسها مرة واحدة، خذ المعركة واحدة تلو الأخرى بمجرد الانتهاء من هذه المعركة، ينتقلوا إلى بقية الملفات. ولذلك نحن نقول أنه كل من اعتقد أن جماعة الحوثي ستتوقف عند حد ما أو أنها ستوقف تجريف المؤسسات، الحوثي اندماج بالعملية السياسية واهم. الجماعة تريد تجريف كل ما يمثل الجمهورية، كل ما يمثل الجمهورية اليمنية يتم تجريفه، وستسعى إلى القضاء على ما تبقى من الدولة اليمنية. والمسألة مسألة وقت بالنسبة لهذه الجماعة. هذه الجماعة فقط هي تمشي بخطوات، تعتقد أنه في هذه المرحلة نسن قوانين، بعد ذلك نتخلص من بعض الشخصيات السياسية ثم النيابية. وهؤلاء الأفراد الذين لا يزالوا أو أبقوش نوع من أنواع الشرعية على جماعة الحوثي والمجلس السياسي الأعلى الذي على أساس أنه استقى شرعيته من مجلس النواب سيتم التخلص منهم. أذكرك من هذا المكان بالأسماء هؤلاء سيتم التخلص منهم واحد بعد الآخر. المسألة مسألة ما الذي تقصد بالتخلص منهم؟ التخلص منهم إما التخلص منهم معنويا أو التخلص منهم جسديا أو التصفية، كل هذا سيأتي. يعني النهج الذي يتبعوه
اتبعته من قبل قبلهم الثوره في ايران او تحديدا حرس الثوري الايراني والحذر على الجرار يعني من مؤسسات. لكن انت اشرت يعني سيد الشيبان انت اشرت الان الى مساله النموذج الايراني، وانا قد كنت تحدثت مع السيد التام على انه هناك حتى وان كانت هناك مرجعيه اولى واخيره ل يعني الولي الفقيه هناك في ايران، لكن هناك ايضا انتخابات رئاسه الجمهوريه، هناك وزراء، هناك مجلس نواب، ربما ايضا يعني هناك مؤسسات دوله تمضي. هذا الامر يمكن ان يكون موجود بشكل او باخر في دول اخرى مثل العراق او لبنان التي تشهد تدخلا ايرانيا كبيرا، هذا الامر لماذا لا يمكن ان يكون موجود في اليمن اذا؟ المسألة مختلفة. أولا لأنه في إيران هم مسيطرين على المشهد بشكل كامل، يعني ما تبقى من شخصيات داخل البرلمان هم لا يوالوا الجماعة عقائديا، هم يعني حلفاء ينظرهم كحلفاء مؤقتين أحتاجوهم في فترة معينة وخلص وانتهى دورهم، بينما في إيران الحرس الثوري الإيراني ممسك بزمام الأمر كله وكله يعني يخضع تحت المرشد. بالنسبة للبنان لا، لبنان هي في هذا الطريق، يعني ما زال حزب الله الصحيح لم يسيطر على المشهد 100% ولكنه يمضي في هذا الاتجاه. للأسف ميليشيات إيران في المنطقة تمشي في اتجاه خط واحد وهو إذا أنا أفهم منك أن هناك برنامجا وخطوات تمشي عليها من خلال يعني رصدك ميليشيات الحوثي، ما هي الخطوة القادمة الآن بالنسبة لهم بعد أن يعني قبل 3 سنوات تخلصوا من أبرز حليف لهم كما يتهم كثير من سهل لهم الدخول إلى العاصمة، الآن فيما يتعلق باستهداف أي أصوات قد تكون معارضة لهم في مجلس النواب القابع تحت سيطرتهم، ما هي الخطوة التالية خلال هذا الرتم من خلال دراستك لهم؟ يعني من الصعب أنك تخمن تماماً ما هي الخطوة القادمة، ولكن أنا أتوقع سيناريوهات تكون هناك، يعني أنا أتوقع أنه ستكون هناك تشريعات تسن بعض الممارسات العنصرية. ستكون هناك تشريعات في وجهة نظري ستحدث وهذا الأمر تم، يعني الخمس قانون الخمس المثير للجدل تم يعني بمعزل حتى عن مجلس النواب، يعني ما الحاجة له إذن إلى الآن؟ أنت تقصد المجلس أم التشريعات يعني؟ لا أنا أقصد يعني مثل هكذا أمور تمت بمعزل حتى عن مجلس النواب الموجود لدى الحوثيين، إذا لماذا لا زالوا محتفظين به حتى شكليا؟ لا لأنه يعني مهما كان في الأخير يمثل لهم نوع من أنواع إضفاء المشروعية لوجودهم، أنهم مسيطرين على العاصمة مثلا على سبيل المثال، أنهم المؤسسات الرسمية لا زالت موجودة تحت أيديهم، ومجلس النواب أحد هذه المؤسسات فقط. لكن مثل ما قلت لك أنا أتوقع أنه ستكون هناك تشريعات تضفي مسألة الطبقية وتمايزها بشكل أوضح، قد نجد تشريعات حتى تحرم التزاوج ما بين الفئات اليمينية المختلفة، كل هذا سيأتي. يعني أنا هذا تصوري، الجماعة تمضي في هذا الاتجاه، المسألة هي فقط متى تشعر أنها تمكنت بالشكل الكافي لصنع تشريعات أو قوانين جديدة على المجتمع. شكرا لك سيد البراء شيبان الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. بعودة إليك سيد التام، إذن ما هي الخطوة القادمة للحوثيين التي قد نشهدها في قادم الأيام وفقا ل يعني طبيعة أو روتين عملهم ويعني مقارنة بما فعل في التاريخ من قبل ذات المدرسة وذات الفكرة؟ الخطوة القادمة هي مزيدا من يعني من التجريف للهوية والإقصاء لكل العناصر التي تمتهن إنسانيتها وترضى بأن تعيش يعني في مربع الذل والهوان أمام هذه السلالة، كما حدث في التاريخ للشاعر حسن الهبيل الذي لقب مدحا منهم أنه كلب آل البيت الذي وضع من نفسه، كما وضع من نفسه صالح الصماط الذي قال يتمنى أن يموت بجوار قبر حسين الحوثي ويدوسه الناس يدوسون قبره ولذلك يقبلون من هذه الأصناف. أما من يتبقى لديه يعني ذرة كرامة وذرة حرية لن يقبل لديهم أبدا. اليوم المسألة الخطيرة
إما أن يفرض السيناريو الذي فرض في العراق، لأنهم لن يعطوا لنا دولة كما يحدث في إيران. إيران هي الدولة نفسها، هي تتعامل مع كل من يعني خارج إيران عبارة عن فرص يجب أن تستغلها بانتهازية وبلا إنسانية وإلى أبعد مستوى. وهذا ما يحصل اليوم في صنعاء وفي المناطق المسيطر عليها الحوثيين. اليوم يعني نحن نفهم هذه الخطوات القادمة مزيدا من الإقصاء. وأذكر يعني أن مشروع حرث الأرض الذي تكلم الناس عنه وتكلم الباحثون وتكلم السياسيون ونغفل عنه هو ما يمشي عليه المشروع الحوثي اليوم في اليمن، وهو مشروع إيراني 100% لتغيير التركيبة الاجتماعية، لتغيير الهوية، وهم ماضون في هذا الطريق. لكن في المقابل نختم يعني هذه الحلقة أنه ننادي كل اليمنيين تجاوزوا مربع المناكفات السياسية. اليوم المعركة معركة وجود، المعركة معركة هوية. يجب أن نتواصل بكل أطياف المجتمع، بكل من لا زال في قلبه مثقال ذرة من حب وانتماء وإيمان باليمن وانتماء لليمن ومشروعها. أيها القابضون على الفتات في مناطق الحوثي، لا تفرحوا بما في أيديكم فهي مؤقتة، لأن أعينهم عليكم ولن يشبعوا من أسلبها منكم. أيها الصامتون في عواصم العالم وأنتم تخافون على عقاراتكم وبيوتكم وفي صنعاء وفلليكم، لن تعودوا إليها إلا عن طريق الجمهورية، لن تعودوا إليها إلا عن طريق دبابة الجمهورية وجيش الجمهورية والجيش الوطني الذي سيعيد لكم اعتباركم وكرامتكم. اليوم أنتم تهددون يعني بسلب عقاراتكم وبيوتكم حتى تظلوا في مربع الصمت، ومربع الصمت واليمن يعاني هذه المعاناة مخزي لا يليق بكل الوطنيين الذين خرجوا ورفضوا حكم الحوثي، لكنهم التزموا الحياد والتزموا الصمت في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن. شكرا لك سيد عمار التام، رئيس منتدى جذور للفكر والثقافة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.